السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى حسن من قناة النوتشر. مع مصطفى أنا رايح بكل بيشوف من جوه مصر برا مصر، مشرفيني جميعا. أحب أقول ليه بيشوف قناة أول مرة، دوس على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي. ويا جماعة تعملوا لايكات على الفيديو ده أو أي فيديو قديم عشان نوصل للناس اللي مش مشتركة عندي، ومنها تشترك ومنها تستفاد من الفيديو. أولا يا جماعة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بص يا جماعة، أنا والدي بيعمل إيه بقى؟ كل قبل رمضان بيجيب خروف، نعجة، اللي بيجيبه يعني على قدنا ماشي. فجاب يعني الأيام دي النعجة دي علشان رمضان، يعني احنا بنذبح النعجة دي قبل رمضان بيوم أو في نص رمضان كده، أو يعني في رمضان عشان اللحمة وكده، لأن والدي أصلا ما بيضمنش اللحمة اللي احنا بنجيبها من بره. أحيانا بنجيب مثلا نشترك في عجل عشان ناخد لحم عجال نضيف، واحيانا بنجيب ضاني او ماعز علشان برضو حاجه في البيت. فدلوقتي يا جماعه انا هقول لكم، انا بالنسبه لي الراجل بتاع المعيز قال لي ايه علشان اسمنها واكبرها. دلوقتي يا جماعه انا هقول لكم ازاي نشتري اللي هي ايه النعجه، او نعرف ازاي انها ايه حلوه ماشي، او نعرف برضو ازاي دي مناسبه لينا ولا لا. اولا الظهر بيكون، بصوا زي ما، معلش يا جماعة أنا قفلت الفيديو علشان بس جريت عند الطيور وكده. فالمهم أنا جبتها. بص أولا هقول لكم برضو، أنا كنت عايز أقول لكم إزاي نشتري الخروف على حسب ما أنا اتعلمت من والدي وكده، بس هقول لكم إزاي برضو إحنا بنأكلها إيه وإيه مواعيد الأكل، وبنأكلها في كل ميعاد كام كيلو. بصوا ده كزب وتشيشة وفول صويا وفول مدشوش، اهي حاجات زي ما انتوا شايفين كده. بديها يا جماعه 3 فترات، غدا وعشاء وفطار. الفطار بحط لها نص كيلو ماشي، بحط ايه، بحط رده وبحط فول صويا وبحط كزب وبحط علف مواشي، وبعدين بقوم ايه حاطط نص كيلو الصبح ونص كيلو بالليل ونص كيلو على الفطار، واحيانا بحط نص كيلو على يعني احيانا بحط قصدي كيلو في العشاء. ليه؟ لان العشاء بتدنها قاعده وما بتعملش حاجه، ما هو بالليل الواحد بقى بيخاف فبيقعد، وممكن تدنها صحيه طول الليل بس ما بتعملش حاجه. فالمهم بقوم بقى جاي احط لها الاكل، وبعد الاكل بشويه بجريها شويه، لا بتدنها تجري حبتين ثلاثه علشان تهضم او تتعب وترجع تاكل تاني، ومنها ما لكمهاش ماشي يا جماعه. ده على حسب الراجل المربي اللي احنا خدناها منه قال كده ماشي. وبرضه معلش هي طلعت عند التورت، انا هطلع اجيبها واقول لكم انا بعمل معاها ايه ماشي يا جماعه. فبقول لكم هو الايام دي اصلا المربيين بيقصوا الفرو عشان الحر وكده فبيبان اكتر. فانا والدي اشتراها ازاي؟ بنمسك الحته دي، الحته دي هنا اهو ما شاء الله اللهم صل على النبي، عريضه وكمان اللي فيها لحمه اللي هو ايدي برضه مش قادره توصل ماشي، وتلاقي ظهرها طويل. في بقى نوع معيز كان الراجل برضو جايب لنا مع النعجة دي، بس احنا مش رضينا ناخدها. كان والله يا جماعة اصغر، والحتة دي انا بمسكها كده يعني اللي هو يعني اقدر اخش كده في بطنها ماشي. فده انسب وقت ان احنا نشتري حاجة، لان بيكون الفرو ده برضو بياخد ماشي وبيدي معانا. فلا ليه؟ طب ما الايام دي بيقص الفرو عشان الحر، والنعجه بتبان على شكلها الحقيقي، يعني اللي هو ايه على شكلها بيبان كبيره صغيره، حجمها حلو حجمها مناسب حجمها مش مناسب، ده اللي بيبان. وهقول لكم برضو يا جماعه ازاي بنعرف عمرها من سنانها. ثانيه واحده يا جماعه هقفل بس وامسكها عشان اعرف ابين لكم الفيديو. معلش يا جماعه انتوا عارفين عشان بس بمسكها لوحدي فما فيش حد بيساعدني. دي سنانها اهي، مفيش حاجة واقعة الحمد لله، اتبان انها صغيرة في السن، واسنانها الحمد لله ماسكة فيها كأنها ايه لسه صغيرة، بس هي حجم سنها مش صغير. هو الراجل قال لنا انها سنها مش صغير، هو سنها ايه حلو يعني، مش اللي هو كبير قوي ولا هي صغيرة قوي في السن. وبرده احنا مش يهمنا، احنا يهمنا الحجم ماشي. قومي انتي متي ولا ايه؟ قومي. لا ما والله قلقتني. فالمهم جماعة معلش انا اسف بس عشان لو كنت طولت عليكم او كده، فده اللي انا حبيت اقولها لكم. وفي برضه يا جماعة الراجل ده المعزة دي متهيألي والدة مرتين على حسب ما الراجل قال. فبصراحة قلت له طب هو ينفع دلوقتي، هي اخر هي يا دوب فاطمة عيالها،
فهي دوب حاليا فاطمة عيالها. فالمهم لا اله الا الله محمد رسول الله. انا قلت له هو انا ينفع اخد منها لبن؟ هي ببص على سيدها لقيت فيه الحمد لله خير، يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله في خير. فقلت ينفع؟ قال لي لا، لو انت خدت منها اللبن دلوقتي مش ايه، زي ما انت بتاخد منها لبن زي ما انت بتديها اكل، وحجمها هيفضل زي ما هو وممكن ينزل. فقلت له طب يعني لو اخد مثلا حبة كده عشان اعرف ان هو اللبن ده طعمه حلو. فقال لي لا برضو ما ينفعش. فانا بقول للناس برضو الحلب للغنم انك تأكله وتاخد منه حجم، بس لو انت هتحتاج انك تأكل وتدي تسمين ما تحلبش، على حسب ما برضو الراجل قال لي. بس يا جماعة انا بقول لكم ايه رأيكم في الخلطة اللي انا عملتها دي. انا بحط له حاليا وممكن احط له عليها عيش برضو، ماشي يا جماعة. وكمان يا جماعة في ناس بقى بتقول ايه هو اللي في ودنها ده، انا برضو وانا سألت راجل نفس السؤال اللي في ودنها ده يا جماعة، علشان لا اله الا الله محمد رسول الله الغنم لما بيبقى كتير عند الراجل ده انا اعرفه هو ايه في حتة ريفي يعني. فالمهم بيبقى الغنم كله على بعض، وتلاقي غنم الجار ده على غنم الجار ده كلهم مع بعض، ممكن كل الغنم يروحوا في مكان واحد عند مثلا الجار واحد. فبقى بيقوم عامل ايه بيعلمه ده بالودن اهو بعد اذنك ثانية، ماشي اهو ده، بس مش عارف هو حرام ولا لا، بس اكيد حرام بيخرم ودنه، ماشي اهو يا جماعة. يا ريت اكون افدتكم النهاردة، وانا اسف جدا جدا ان انا طولت عليكم، ويا ريت ان شاء الله ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد احلى. وان شاء الله لما نيجي نذبحها النعجة دي هنزل لكم طريقة الذبح بتاعها ان شاء الله، بس شوفوا انتم موافقين على الرأي ده ولا لا. واسف ان انا طولت عليكم، ويا ريت اكون افدتكم. وكمان يا جماعة يا ريت المشاهدات الكاملة واللايكات والحاجات الحلوة دي اللي زيكم، علشان بص الواحد عايز يعدي، الواحد جاب اخره عايز يعدي خلاص، ماشي. واسف ان انا طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.